تم الاختيار. ستار. مساء الخير، تحياتي جميع الذين يستمعون إلى هذه المفكرة الصوتية، وهي استعراض عن كيفية نقل التطبيقات من صفحة إلى أخرى أو ترتيبها في نفس الصفحة أو إنشاء مجلدات واستخراج التطبيقات من المجلدات ومحي المجلدات. نبدأ الآن. الشاشة الرئيسية رئيسة صفحة 4 من 6 تعديل. نروح لصفحة 6. فكرة عن تطبيقات الآيفون أو شاشة الآيفون ككل. الشاشة عبارة على حسب الموبايل، أنا عندي آيفون 6 جاي يصير عليه الشرح، الصفحة الوحدة تاخذ 20 تطبيق. الآيفون 5S ياخذ 16 تطبيق. الآيفون 4S هنا ذلني 3 أحجام ياخذن 12 تطبيق. شلون تكون مرتبة التطبيقات؟ مرتبة 4 تحتهن 4، يعني على شكل أسطر. مثلا خلي نروح للصفحة الرئيسية نتعرف حتى يكون التطبيقات عربيات. الشاشة الرئيسية الرسائل. عندنا على اليسار الرسائل. على اليسار الرسائل، وراح نسمع النغمة مالت التطبيقات والتحرك بالتطبيقات. نسمع الكاميرا الرسائل، هاي أول واحد، بعدين يجي وراء يمه، مو وراء يمه، الكاميرا الكاميرا، بعدين الصور الصور، بعدين الفيديوهات الفيديوهات. هذا نشقد 4 تطبيقات. من راح ننتقل بعد للتطبيق الخامس ما راح يكون يمه، لا راح يكون جوه الرسائل. إذن راح ننزل سطر، راح نسمع النغمة شون راح تكون. ساعة الثالثة وسبع واربعين دقيقة مساء التقويم الأربعاء. ساعة الثالثة وثماني واربعين دقيقة مساء. شوف التقويم يمها الساعة. ساعة يمها التقويم. ما صارت نفس النغمة اللي بين الساعة الفيديوهات. والفيديوهات. نسمع الفيديوهات. الفيديوهات. وراح ننتقل للساعة. ساعة الثالثة وثماني واربعين دقيقة مساء. أو دقيقة. الفيديوهات إيقاف المحادثة. خلي حتى يصير الصوت أوضح. مثلا هسه أنا خلي إيدنا على الرسائل حتى نزيد. إذن هذا الرسائل، وهذا التطبيق الثاني، شوف الثالث الرابع، راح ننزل سطر صير وين الناطق فقط. المحادثة قيد التشغيل شبكة 3 من 3 أشرطة الرسائل الكاميرا الصور الفيديوهات. ساعة الثالثة الفيديوهات. ساعة الثالثة وتسعة واربعين دقيقة مساء. إيقاف ستار الشاشة. إيقاف أها هاي. هذا التطبيق الأول، التطبيق الثاني، التطبيق الثالث، والتطبيق الرابع. التطبيق الخامس راح ننزل سطر اللي هاي صير النغمة ترين. نرجع للسطر الأول تيرون. زين هاي كل ما نعبر سطر. زين فهسه عرفنا شلون ترتيب التطبيقات. المحادثة قيد التشغيل الفيديوهات الرسائل. حتى إذا أجينا ننقل تطبيق نعرف شلون النقله وين. مثلا أريد أنقل الرسائل الكاميرا الرسائل، أريد أنقل الرسائل بدال الكاميرا، يعني تصير الكاميرا أول شيء على اليسار. شلون؟ أول شيء راح أضغط ضغطة مطولة في يسار الشاشة، لأن باعتباري أنا أريد أخذه لليمين. تحريك الرسائل. حلو، قال تحريك الرسائل. إذن صار تحرير التطبيقات. هسه عندنا الكاميرا جار التحرير. شوف يقول جاري تحرير الرسائل جاري التحرير. زين شو نسوي هسه؟ نضغط ضغطة مطولة على الرسائل ونسحب اصبعنا للكاميرا نشوف ايش راح يقول. تحريك الرسائل. تحريك الرسائل نسحب. صف واحد عمودي واحد. شوف يقول صف واحد عمود واحد على الكاميرا.
على الكاميرا. نبدأنا بعد شوي. سيتم إنشاء مجلد مع الكاميرا. إيقاف الكاميرا صفة واحد عمود اثنان. قال إيقاف الكاميرا. إذا على الكاميرا وظلينا مستمرين شوية ندنيها يقول سوف يتم إنشاء مجلد مع الكاميرا. يعني راح يدمجنا الرسائل والكاميرا. هسا بعد شوية راح نتطرق للمجلد. هسا إحنا صار عندنا قال دنينا بعد شوية قال إيقاف الكاميرا. إذا من قال إيقاف الكاميرا صارت الرسائل بدال الكاميرا. هسا خلنا نشوف الكاميرا صارت الكاميرا أول شيء بعدين الرسائل جاري التحرير الرسائل. أوكي أريد نرجعها. نجي الكاميرا جاري الرسائل جاري التحرير. نجي للرسائل أريد نخليها أول وحدة. نضغط ضغطة مطولة ونسحب لليسار. شوف تحديد الرسائل على الكاميرا بعد. سيتم إنشاء مجلد مع الكاميرا. إيقاف الكاميرا صفة واحد عمودي واحد. حلو هدها. من قالك إيقاف الكاميرا هدها الكاميرا الرسائل رجعت الرسائل مكانها. أوكي أريد نسوي مجلد الرسائل والكاميرا أو خلينا الكاميرا الرسائل خلينا ننتقل لصفحة ثانية أخيرة حتى صفحة اثنان صفحة ثلاثة من سبعة. طبعا ننتقل بين الصفحات صفحة أربعة من سبعة جاري التحرير لليسار من يمين ليسار صفحة خمسة من سبعة صفحة ستة من سبعة جاري التحرير. طبعا الصفحة سابعة ماكو سابعة بس من تسوي تحرير يجيك صفحة افتراضية تطلع بالأخير. هسا احنا يلا شوف رساء صفحة ستة من سبعة تعديل على الصفحة السادسة. عندنا هنا تطبيقات فويس و جاري التحرير باوس جاك جونيور جاري التحرير. اوكي اريد نسوي مجلد نجيب الفويس جاري التحرير على اللي هو اول واحد بالصفحة السادسة نخليه ندني للفويس جاك جونيور. خلينا نشوف شو يصير. نضغط ضغطة مطولة تحريك فويس نمشي يمني على باوس جاك جونيور. بعد شوية سيتم إنشاء مجلد مع باوس جاك جونيور. خلي إصبعنا إنشاء مجلد إنتاجية. حلو سوينا مجلد إنتاجي. مسح النص زر باوس جاك جونيور جاك فويس جاك صفحة واحدة من اثنان هذا المجلد باوس جاك جونيور جاري التحرير. زين هذا اسم المجلد إحنا هنا نقدر نغيره. مسح النص زر مجلد إنتاجية مسح النص زر خلي نقول له أوكي أو ما نقول له أوكي إنتاجية مسح النص بس نضغط الهوم إنتاجية عنوان حط لي نص. حلو صار مجلد عندنا. زين مجلد إنتاجية اثنان من الصوت من نطلع بالهوم سيلفيكس مجلد إنتاجية صفحة ستة من سجل مجلد إنتاجي مجلد إنتاجية اثنان من التطبيقات. حلو نفتح التطبيق المجلد شوف شنو التطبيقات دني إنتاجية باسترا جونيور فويس. حلو أوكي نريد نطلع التطبيق من المجلد. طبعا نضغط باسترا جونيور فويس خلنا نروح على الفويس ونضغط حتى للتحرير ضغطة مطولة تحريك فويس ما طول تحريك فويس شيل ايدنا باسترا جونيور جاري التحرير فويس جاري التحرير. اوكي التطبيق اللي يريد نطلعه من المجلد راح نضغط عليه ونصعد لفوق باصبعنا تحريك فويس صفة واحد عمود اثنان في ملف انتاجية خارج ملف انتاجي اضغط مطولا باصبعك لمدة خمسة ثواني لأغلق. احنا نظام ضاغطين اها على ريلاكس ميلوديز اورينتال على سيتم انشاء مجلد مع ايقاف ريلاكس ميلوديز سيزونز ميكس رين ثاندر ستورم اوشن ويفز اند نيتشر امبيانت ساوندز فور سليب روتيشن صفحه 6 من 7 تعديل. هسه راح المجلد مجلد انتاج سيلفي مجلد انتاجيه جاري التحرير واحد من التطبيقات. حلو بقى واحد من التطبيقات خلينا نطلع مجلد مسح النص باسترا جونيور جاري التحرير. نضغط ضغطه مطوله ونصعد لفوق تحت داخل ملف انتاجيه خارج ملف انتاجي اضغط مطولا باصبعك لمده 5 ثواني لاغلق. اها خلونا ضغطين على ريلاكس ميلوديز على سيلفيز نصعد لفوق الأيقونة تقترب من الحدود. اوكي نيتشر ميلوديز سيلفيز نيتشر ميلوديز سيلفيز نيتشر ثاندر سبيس جاري التحرير وين تطبيقنا ريلاكس ميلوديز سليب سان 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 صفحة 6 يولا شواوت جاري التحرير ريلاكس ميلوديز اورينتال مديتيشن وايت نويز ريلاكس ميلوديز سيزون فويس باسترا جونيور فويس جاري التحرير. زين ذن شلون اريد ارجعها لفوق انا اجيبهن انا شرحت واحد بدال الثاني اليمه بس ما شرحت للاعلى وللاسفل هسه راح نشرحها. عندنا طريقه نعرف مواقع
التطبيقات بالنسبة للشاشة. هسه مثلا سيلفيكس هذا اول واحد على اليسار، خلنا نضغط بثلاث اصابع مرة واحدة. ها صف واحد عمودي واحد وصفحة 6/7 اعلى شاشة، اضغط مرتين للحذف. يقول صف واحد عمود واحد، زين اللي بصف وش يقول عليه؟ جاري التحرير اعلى شاشة، اضغط مرتين للحذف. اعلى شاشة، اضغط مرة اعلى شاشة. جاري التحرير اعلى شاشة، اضغط جاري التحرير. خلنا نشوف التطبيق. صفحة 6/7 الى شوت، جاري التحرير. يلا شوت صفحة 3 عمودي واحد وصفحة 6/7 منتصف شاشة، اضغط مرتين للحذف. جاري التحرير هذا الفويس. اريد نصعده للصف الاول اللي هو بيصف هسه. صفحة 2 عمودي 2 صفحة 6/7 اعلى شاشة، اذا نصعده مرة واحدة لفوق. تحريك فويس نصعده على نيتشر ميلودي، سيتم انشاء مجلد مع اضاف على سيلفيكس. اوكي قال على سيلفيكس هيد نيتشر ميلودي فويس سيلفيكس. زين فويس جاري التحرير بعد هذا مو اول واحد، صار ثاني واحد. نرجع على اليسار. اها تحريك فويس على سيلفيكس، سيتم انشاء مجلد مع الايقونه تقترب من الايقاف سيلفيكس. صفحه واحد عمودي واحد سيلفيكس فويس صار اول واحد. من قال لك ايقاف سيلفيكس صار اول واحد سيلفيكس فويس جاري التحريك. زين الفويس صار اول واحد. اوكي اريد النزله يم تطبيق. يلا شوف اريد النزله يم. يلا شوت نزله من فوق مثلا. هذا اول واحد نزله، نضغط عليه وننزله. شوف تحريك فويس على على يلا شوت. حلو يقول لك على يلا شوت. جاي ننزل اصبعي واخر ايدك، صار على يلا شوت. شوف صفحه 6 فويس جاري التحرير. اها يلا شوت جاري التحرير. زين هذا بالنسبه الى تحريك التطبيقات بالصفحة نفسها. شلون ننقل تطبيق من صفحة الى صفحة 6 فويس جاري يلا شوت فويس جاري التحرير. اريد انقل يلا شوت من صفحة 6 الى صفحة 5. مثل ما نتحرك بثلاث اصابع، هسه هنا نحرك يلا شوت جاري التحرير التطبيق من اليسار، من اليمين الى اليسار. نرجع الى الصفحة الخامسة، واذا للسادسة او للسابعة من اليسار لليمين، يعني نقدم بي ونرجع يلا شوت جاري التحرير. هسه هذا يلا شوت خلي من نضغط ضغطه مطوله باقصى اليمين لان احنا نريد الرجعه. اها تحريك يلا شوت على ريلاكس ميلودي فور روتيشن وايت نويز اند سليب اند ساوندز فور روتيشن على سيتم انشاء مجلد مع ريلاكس ميلودي سيزنز ميد رين على باس جونيور. صفحه واحد عمود الايقونه تقترب من الحدود. اها يقول تقترب من الحدود، يعني راح تروح للصفحه اللي بعدها اللي قبلها. الانتقال الى صفحه 5/7 اها جاري التحرير اريسا اب ستور جاري التحرير. من قال هاي سمعنا وقال صفحة 5/5، إذن نوخر أصبعنا رأساً. إذا أريد مثلاً بصفحة 3 أو 2 نظل خالين أصبعنا، منقول صفحة 1 صفحة 2 صفحة 3 صفحة 4 هيج، لما نوصل للصفحة اللي يريدها نوخر أصبعنا. هسا خلينا نشوف هاي صفحة 5/5 صفحة 5/7 تعديل من 7 يلا شوت جاري التحرير. يصير يم التعديل هذا صفحة 5/7 تعديل يم التعديل. اوكي هذا يلا شوت خلي نرجع على صفحة 6. هو بالبداية راح نرجع على صفحة 6، احنا بصفحة 5 راح نضغط في يسار الشاشة وناخذه الى يمين الشاشة. ها تحريك يلا شوت الايقون الانتقال الى صفحة 6/7 سيلفيكس جاري التحرير. ما اريد صفحة 6/7 يلا شوت صفحة 6 يلا شوت جاري التحرير. تحريك يلا شوت صفحة 3 عمودي 2 صفحة 3 عمودي 3 يمين 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 صفحة 3 عمودي الايقونه تقترب من الحدود الانتقال الى صفحة 7/7 يلا شوت جاري التحرير. زين اريد صفحة 7/7 يلا شوت. هسه هو صفحة 7/7 اريد اخذها للخامسة، خلينا نشوف شلون. تحريك يلا شوت الأيقونة الانتقال إلى صفحة 6/8 صفحة 5/8 وخريدة جاري التحرير أرساء جاري التحرير صفحة 5/8 تعديل يلا شوت جاري التحرير. هذا التطبيق. أوكي بقيت شيء واحد أريد أشرحه لكم، هذا يقول لك إرساء. ها مثلا هسه إحنا وين؟ حكمة وموعظة جاري التحرير. خلي إيدنا يمل هوم فوق الهوم يعني شوية أرساء سفاري جاري التحرير. زين يقول لك ارساء سفاري جاري التحرير. ليش؟ خلي نوخر التحرير، دوس هوم يرجعك شيء وضعه اب ستور. اوكي فيديو بلاير
نضغط على الهاتف مثلا ارساء الهاتف ليش يقول الارساء؟ هاي ما كانت موجوده بس هسه هيك على مود العميان. ارساء بالانجليزي دوك، يعني هذا المكان باربع ياخذ اربع تطبيقات اللي هن هسه انا حاط الاربع تطبيقات المفضله عندي من اقصى اليمين زاويه مكان البحث حاط الهاتف الهاتف، ويعني هذا خلي اصبعي قبل عليه، واقصى اليسار واليمه حاط اي فيديو اللي نزل من اليوتيوب، وبصفه سفاري هاي انا ما جاي اصفح، وبصفه اللي هي اقصى اليسار ايضا الزاويه اليسرى خلي ابل ستور. زين هذني التطبيقات المفضله يسوونها، هاي باي صفحه احنا موجودين ذني عندنا موجودات. مثلا هسه انا وين؟ صفحه 5 من 6 تعديل. اوكي نروح لصفحه 1 الشاشه الرئيسيه ارساء صفحه 1 من 6 تعديل ارساء اب ستور نفس سفاري فيديو الهاتف ما يغير ذني يحق لك تخلي به اربع تطبيقات فقط. هذا واتمنى انه وصلت صفحه واحده من 6 المعلومه، واسف على اخبار التطبيقات من الاشعارات ارساء صفحه 5 من 6 تعديل حسين العراقي يحييك يولا شووت صفحه 5 من 6 ارساء صفحه ترجمه اوديو شير اوديو شير ريكوردر كانسل تم الاضغط